يعني أنا أشعر في الحسين الرجولة، عدم الخوف، أفهم من الحسين التوكل، أفهم من الحسين الإيمان كامل، أفهم منه حب الله سبحانه وتعالى وحب جده. لو أراد الأموال في يوم عاشوراء لقدموا له كل الدنيا، لا ما أراد، ترك وراه. وإلى يومنا نقول لبيك يا حسين. أنا جيت إلى كربلاء اليوم أفتخر، لأن جيت إلى كربلاء. ماذا يوجد في كربلاء هون؟ الحسين عليه السلام. خب فحسين والله حي علي دنيا، دنياي أنا مادية ومعنوية، فاستفدت منه لا أخاف شيء، وأصبحت أتوكل على الله. استفدت من رجولة إمامي، من توكل إمامي، من إيمان إمامي، من ثورة إمامي، من أدب إمامي. خب ماذا يبقى؟ سيدي يا أبا عبد الله الحسين، كل ما أستطيع أوتيك كهدية هو اللهم كن وليك الحج بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوءا وتمتيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.